تطبيقات الكون الهولوغرافي سوف تفتح للبشرية مجالات عظيمة في الإبداع في السنوات القادمة. الشخصية التي تطبق قوانين الكون الهولوغرافي سوف تنجح نجاحا عظيما، صحيا وماديا وعاطفيا ونفسيا. سوف يزداد معدل الذكاء للشخص الهولوغرافي. ذاكرة الشخص الهولوغرافي سوف تقوى بنسبة 1,000,000 مرة، وبغض النظر عن عمر هذا الشخص حتى ولو كان في عمر 100 سنة. السيدة التي تطبق قوانين الكون الهولوغرافي سوف يكون حملها وإنجابها لأطفال مبدعون وأذكياء وذو صحة عظيمة. سوف تزداد ثقتها بنفسها كثيرا، وسوف تزداد جمالا في جسمها حتى لو تجاوزت عمر 70. مدير شركة سوف يزداد نشاطه وإبداعه، وسوف يزداد قوة تركيزه وذكائه في حل أصعب التحديات التي تواجهها شركته. طالب في جامعة يدرس مواد صعبة نوعا ما، ولكن بتطبيقه لمبادئ الكون الهولوغرافي سوف يقوم باستيعاب أصعب المواد ثقلا، وأيضا سوف يصل إلى درجة الخبير والكفوء فيها. الرياضي والفنان بتطبيقهم لمبادئ الكون الهولوغرافي سوف يكون إبداعهم في قمته، وسوف يقدمون أجمل وأحلى وأروع الفنون. الأديب بتطبيقه قوانين الكون الهولوغرافي سوف يزيد من درجة عبقريته، وسوف يقدم أعمالا خالدة توازي أعمال شكسبير والمتنبي وأحمد شوقي ومايكل أنجلو موتزارت وفيكتور هيغو. وبتطبيقك لقوانين الكون الهولوغرافي سوف تصل إلى الهدف أو الأهداف التي تريد تحقيقها بغض النظر عن درجة صعوبتها. عندما تبدأ بمشاهدة الفيديو سوف لا تصدق محتويات كثيرة فيه، ولكن بعد انتهائك من الفيديو سوف تخرج شخص آخر، بحيث أن الناس الذين لديك علاقة وترابط معهم عندما يروك مرة أخرى سوف لا يعرفوك، لأن التغير الإيجابي في حياتك سوف يكون واضحا جدا، لأنك أصبحت قائد حقيقي ورجعت إلى ملوكيتك الحقيقية. لاحظ عندما يسمع أو يقرأ الإنسان أشياء جديدة سوف يعترض اعتراضا شديدا، وكما يقول عالم النفس الشهير دين رادين، هناك 4 مراحل لقبول الأفكار، وهي: الأولى، هذا غير ممكن، والثانية، ربما فهذا محتمل ولكنها ضعيفة وغير مهمة، والثالثة، هذا صحيح وأنا قلت هذا، والرابعة، أنا فكرت بهذه الفكرة منذ البداية. سوف نناقش وفي فصلين التالي: الفصل الأول، مفاهيم أساسية في الكون الهولوغرافي. الفصل الثاني، تطبيقات الكون الهولوغرافي لنجاحك في الحياة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها. مع ملاحظة للقارئ أو المشاهد، إنني سوف أكرر بعض الجمل أكثر من مرة، وأيضا سوف أتكلم عن بعض العلوم الأساسية التي تخص الميتافيزيكس، وفي اللغة العربية تسمى ميتافيزيقيا. وإذا لم تكن لديك معرفة في الميتافيزيكس، فأنا بسطت الجمل كثيرا لكي يتسنى للقارئ أو المشاهد فهم هذا العلم، لأن علوم النجاح ترتبط ارتباطا وثيقا بالميتافيزيكس، فهي العلم الذي يوضح طريقة الترابط والتعاون ما بين عقل الإنسان والعقل الكوني لغرض تحقيق هدف معين يطمح له الإنسان، أو التخلص من مشكلة يعاني منها الإنسان.
الفصل الأول، مفاهيم أساسية في الكون الهولوغرافي. دعونا نبدأ بشيء من التفصيل حول فهم الكون الهولوغرافي من الزاوية العلمية، حيث يذكر الكاتب مايكل تالبوت في كتابه الكون الهولوغرافي أن في بدايات القرن الماضي بدأت قوانين فيزياء الكوانتم والكون الهولوغرافي تكتشف شيئا فشيئا على يد مجموعة من علماء فيزياء الكوانتم، ومنهم ديفيد بوم وأينشتاين ونيلز بور وعلماء علوم العقل والدماغ، ومنهم كارل بروبرام. حيث اكتشف كارل بروبرام في بحوثه العظيمة إن ذكريات الإنسان لا تخزن أساسا في الدماغ، وإن الصور التي نراها أمام عيوننا لا تخزن في الدماغ أيضا، وإنما الدماغ هو عبارة عن كون هولوغرافي، بمعنى أنه متصل مع الفضاء العميق. عمل بروبرام مع أستاذه وزميله أخصائي في سيكولوجية الجهاز العصبي كارل ليشلي، حيث أجرى ليشلي تجارب على الجرذان بتدريبها على الجري والركض في حلقات، وبعد ذلك قام ليشلي بإزالة أجزاء من دماغها، وهذه الأجزاء هي المسؤولة على خزن الذكريات. فوجد أيضا أنه حتى بعد إزالة هذه الأجزاء فإن الجرذان ما تزال تتذكر طريق الحلقات التي كانت تجري فيه. استنتج بروبرام فيما بعد أن ذكريات الإنسان وحتى الصور التي نلاحظها يوميا فمكانها ليس في الدماغ أصلا، وإنما الدماغ ما هو إلا ماكنة تخدعنا، لأن الصور التي نشاهدها حولنا هي صور ليست حقيقية. الكون الهولوغرافي تعريفه ببساطة أن الجزء هو مشابه إلى الكل، وإن المسافة والزمن تساوي صفر، حيث وضع الفيزيائي الشهير ديفيد بوم نظريته المشهورة في أن الإنسان والكون هم وحدة واحدة، حيث خالف أينشتاين في خلاف جدا عظيم ورائع، وهذا الخلاف هو اعتقاد ديفيد بوم أنه من الممكن أن الأشياء التي في الكون تستطيع أن تجري أسرع من سرعة الضوء. اكتشاف ديفيد بوم بأن الإنسان والكون هما وحدة واحدة يؤدي بنا إلى اكتشاف عظيم آخر، وهو أنه إذا كان الإنسان نفسه هو كون هولوغرافي، فبمعنى أن الإنسان يبقى موجودا بعد الموت بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره، لأنه غير مرتبط بالزمن والمسافة أساسا. نظرية ديفيد بوم أن الإنسان هو الكون نفسه وأن الكون هو متجسد في الإنسان، فهذا يعني أن الإله ما هو إلا تكبير لفكرة الإنسان، والإنسان ما هو إلا تصغير لفكرة الإله، والإثنان أي الإله والإنسان ينتميان إلى ذات واحدة، وهذه الذات هي طاقة الحب، أي أن الإنسان ما هو إلا أمواج أثيرية، والإله أمواج أثيرية أيضا، وهذه الأمواج في كل ثانية تتصل بعضها مع البعض، حيث أن الزمن والمسافة تساوي صفر في هذا الاتصال. وهذا يؤدي بنا إلى حقيقة عظيمة أخرى، وهي أن الأرض وكل ما نشهده فيها من معاناة ما هي إلا كذبة ووهم، لأن الزمن والمسافة توهم الدماغ بأن هذه المعاناة هي حقيقية، لأننا نعتقد أن الدماغ يصور كل شيء حولنا بأنه شيء حقيقي، ولكن هذه الصور في الدماغ ما هي أساسا إلا خيال ولا أكثر ولا أقل من هذا. لاحظ مثلا ظهور الكوانتوم كمبيوتر كتطبيق لمبادئ الكون الهولوغرافي،
والكوانتم كمبيوتر هو أسرع بملايين المرات من الحاسوب العادي. ظهور أيضا وفي الوقت الحاضر تطوير في بحوث ما يسمى بالتليبورتيشن، وهو انتقال الأجسام من مكان إلى مكان آخر آنيا وبغض النظر عن بعد المسافة، وهذه أحد تطبيقات الكون الهولوغرافي أيضا. فهنا سوف نرى في تطبيقات التليبورتيشن انتقال الإنسان بين بلدين يفصل بينهما آلاف الكيلومترات، فسوف ينتقل يسافر في أقل من دقيقة ليصل إلى البلد الآخر. وسوف نرى أيضا سفر الإنسان إلى كوكب المريخ، والسفرة لا تتجاوز 5 دقائق فقط. لاحظ في الكون الهولوغرافي تنزال نهائيا القيمة السالبة. مثلا في علوم الكمبيوتر الحالية، فالدوائر المنطقية التي يعمل على أساسها الكمبيوتر، فهذه الدوائر تعمل برقم 1 كقيمة موجبة ورقم 0 كقيمة سالبة. لكن في الكوانتوم كمبيوتر ليس هناك قيمة سالبة، بمعنى ليس هناك 0. فالدوائر الجديدة سوف تصمم على أساس القيمة الإيجابية فقط، أي رقم 1 فقط. إذن النقطة الجوهرية في طبيعة الكون الهولوغرافي هو الكمال في كل شيء، بمعنى أنه إذا رجل معوق ومشلول شللا تاما فهذه كذبة، لأن الدماغ يخدعه بها ويزوده بالواقع الذي هو غير حقيقي. لو إن امرأة لا تستطيع الحمل ولا تستطيع الإنجاب فهذه كذبة أيضا، لأن الدماغ أوهمها بهذه الفكرة. لو إن شخص في عمر 90 ويعاني مرض مزمن، وأيضا لنفرض تركوه كل أبنائه وهو يشعر بالوحدة الشديدة والحزن الشديد على حاله، فهنا أيضا فهذه كذبة عظيمة خدعه بها دماغه. الدماغ هنا أعظم ممثل على الإنسان، وهذه هي الحقيقة التي سوف تصعق الكثير من البشر. طبعا هنا مركز الجدال هو في عدم استطاعة الإنسان أن يتصور هذا المفهوم، لأنه هو أي أقصد الإنسان لا يستطيع قبول فكرة الكمال، وهو في نفس الوقت يفكر ويشعر ويحس ويعيش في عالم النقص، والذي يسمى أيضا بعالم الحسيات. لاحظ جيدا، إذا استخدم الإنسان دماغه في التفكير فهو سقط في المعاناة، وهنا هو سر عظمة الكون الهولوغرافي، وهو أنك يجب أن لا تفكر من دماغك، وإنما فكر من مركز الكون الغير محدود، لأن التفكير كما كان متعود عليه في السابق، حيث اعتقد أغلب الناس أن الدماغ هو المسؤول على التفكير، وهذه هي الخدعة العظيمة والمأساة العظيمة والتي أدت بالبشرية إلى خوض الحروب وانتشار المجاعة والفقر في كل مكان، لأن الإنسان يستخدم الدماغ في التفكير لكي يتخذ القرارات اليومية، وبالتالي هو سوف يعتمد على الواقع الناقص في اتخاذه لهذه القرارات اليومية والمصيرية أيضا. في النجاح في الحياة لا تفكر أو تخطط لتحقيق أهدافك من مركز الدماغ، لأن الدماغ يعتمد على معلومات ناقصة ومشوشة، وبالتالي الدماغ نفسه يصنع المعاناة لك، وإنما فكر من مركز الكون الذي أنت جزء منه، هذا الكون الكامل الغير محدود من الذكاء والحب. وسوف نتعرف في هذا الفيديو على كيفية تحويل الفكر من مركز الدماغ إلى مركز الكون لكي تحقق السعادة والنجاح في الحياة. نظرية ديفيد بوم توضح لنا أن كل شيء متصل في الكون، وليس هناك أي انفصال، وأن الانفصال هو شيء لا معنى له.
الاكتشاف العظيم الآخر لديفيد بوم كان مع تلميذه ياكير أهرانوف، حيث نشروا مقالة عظيمة وسمي اكتشافهم فيما بعد باكتشاف بوم أهرانوف، فيقولون فيها إن الإلكترون يستطيع الشعور، أي إن الإلكترون له إحساس، أي بمعنى وتحت ظروف خاصة يستطيع الإلكترون الشعور ويستطيع أن يحس بالمجال المغناطيسي حتى في حالة احتمالية عدم وجود إلكترون آخر. لاحظ هذا الكلام العظيم يربطنا مع فكرة عظيمة أخرى لكاتبة عظيمة أخرى في علوم الميتافيزيكس وهي إيميل كاتي، حيث تقول المخلص الذي هو موجود فينا هو كان موجود فينا وفي كل الأوقات ولكننا لم نكن نعرفه، أي إن الإنسان فيه طاقة الإله أو الذي أنا أسميه الضوء، وهو فينا ولكننا لم نعرفه لأننا لم نؤمن بوجوده. أعظم فكرة في الديانة المسيحية هي فكرة المخلص. المسيح المخلص معناها يخلصك ليس من الذنوب، وإنما هو يخلصك من البعد الثالث إلى البعد الرابع، أي يرفع تفكيرك ليكون تفكيرك متحدا مع الكون الهولوغرافي. لاحظ، في كل إنسان يوجد هذا المخلص، وفي علم النفس يسمى هذا المخلص بالعقل الباطن. فيقول الدكتور جوزيف ميرفي أن الذنوب، والتي في اللغة الإنجليزية تلفظ هكذا sins، أساس هذه الكلمة هي ذات أصل يوناني ومعناها في اللغة اليونانية، وهي أن رماة السهم عندما يخطئون الهدف فيقولون أن الرامي أخطأ الهدف وارتكب sins، أي بمعنى أن عدم إصابة الهدف فهذا يسمى باللغة اليونانية sins، أي ارتكاب معصية أو خطأ في صوب الهدف. هنا يشير أيضا الدكتور جوزيف ميرفي أنه أنت عندما لم تصل ولم تحقق هدف معين أنت تسعى إليه فأنت ارتكبت معصية أو خطأ، بمعنى في اللغة الإنجليزية يسمى sins. هنا يجب أن نعرف أن من مبادئ الكون الهولوغرافي الأولى هو أن الإنسان متحد مع الخالق أو الكون، والإنسان ليس منفصل عنه. ويجب أن نعرف أيضا أن كل شيء في الكون الهولوغرافي يحب الإنسان. الكون يحبك، النجوم والكواكب والشمس والقمر والأرض وما فيها من البحار والمحيطات والجبال والصحارى والغابات وكل الحيوانات تعشق الإنسان. الإنسان كائن مقدس لأنه يمتلك الذكاء الغير محدود. الحيوانات تطلب العون من الكون لأنها لا تملك الذكاء، فنراها تجري وراء الأشياء وتبحث عن الطعام والمأوى، وهي متعتها الوحيدة فقط لكي تعيش في هذه الحياة. الإنسان الذي يجري وراء الأشياء هو يخسر الحياة، لأنه أساساً، وأقصد الإنسان، هو سيد الكون. كل شيء في الكون هو ملك الإنسان، بل كل شيء في الكون هو تحت تناول الإنسان. الإنسان لا يجب أن يجري وراء الأشياء، لأنه إذا جرى وراء الأشياء تحول إلى عبد إلى هذه الأشياء. وطبيعة الإنسان هي ليست العبودية، بل طبيعة الإنسان هي الملوكية، لأنه يمتلك العقل الباطن، والعقل الباطن هو أعظم قوة كونية، لأن صفات العقل الباطن تحمل نفس صفات العقل الكوني ذاته. الإنسان في الكون الهولوغرافي هو الجزء، وهو يساوي الكل أيضا في الصفات، والكل هنا هو الخالق، والخالق يسمى أيضا بالأثير، الطاقة الإيجابية، الله، المسيح، الكون، الضوء، أو يسمى أحيانا الطاقة الكونية. هذه كلها تحمل نفس المعاني. أنت كإنسان تحمل عقلا كونيا، وهو يسمى في علم النفس كما قلت بالعقل الباطن.
وهذا العقل هو جزء من العقل الكوني أو العقل الإلهي، بل متحد معه. بمعنى أنت إنسان أزلي وأبدي، وأنت كإنسان لا تحمل قيمة سلبية، لأن العقل الباطن لا يعرف المعاناة مطلقا، لأنه خارج عن معايير الزمن والمسافة. ولهذا فالعقل الباطن لديه صفات الإبداع الغير محدود. هنا مع الأسف الشديد بعض معلمو الأديان لم يفهموا طبيعة كوننا، فعلموا البشرية أن الإنسان عاصي، وأن الإنسان عبد الإله وبه ذنوب كثيرة وبه نقص، وأن الإله غضب عليه وطرده من الجنة ووعده بالعقاب وبالنار والعذاب الخالد. فتساوى هذا الإنسان العظيم مع الحشرة لا يساوي شيئا. عبودية الإنسان إلى الخالق هي فلسفة مدمرة نفسيا وفكريا وعاطفيا أيضا. يعتقد الإنسان أنه عبد إلى هذا الخالق، وهو أي الإنسان كائن وضيع لا يساوي شيئا، ويصرف ساعات طويلة في الليل يطلب المغفرة والرحمة من هذا الخالق الوهمي الغير موجود. سوف تتفاجأ وعندما تسمع لأول مرة أن الحقيقة المطلقة، وهي أن الخالق هو خادم الإنسان وليس العكس. وهذا ما يقوله المفكر العظيم ألبرت غرير في كتابه الحقيقة والحياة. وربما سوف تعترض على هذا الكلام وبشدة وتقول كيف تقول هذا؟ دعونا نوضح ماذا نقصد بأن الخالق هو خادم الإنسان. ماذا نقصد أن الإله هو خادم الإنسان وليس العكس؟ يجب أولا أن نعطي تعريفات بسيطة حول علم الميتافيزيكس. تعريف علم الميتافيزيكس، وتلفظ باللغة العربية ميتافيزيقيا، وتسمى أيضا بعلم الخوارق، وهذا العلم قوانينه في البعد الرابع، ولا تنتمي طبيعة هذه القوانين إلى قوانين الفيزياء الطبيعية، لأنها لا تعترف بالزمن ولا بالمسافة. قوانين الميتافيزيكس هي الحقيقة المطلقة والتي ينطلق منها تفكير الإنسان العبقري والإنتاج العبقري والنجاح في الحياة. وأقول لك، لو تملك سيارة فاخرة فبيعها واشتري كتب واحضر دروس ومحاضرات وندوات وتعلم الميتافيزيكس، لأن علم الميتافيزيكس هو الذي يوصلك للنجاح فقط. على سبيل المثال، أعمال سيمفونيات بيتهوفن هي من فضاء البعد الرابع، تصميم برج إيفيل هي من البعد الرابع، أعمال شكسبير هي من البعد الرابع، مسرحيات شيخوف هي من البعد الرابع، أعمال ابن سينا هي من البعد الرابع. وعلى العكس تماما نرى في المقابل، فالقوانين التي تربينا عليها وتعلمناها وهي فيزياء البعد الثالث، فهي جزء جدا ضئيل من الحقيقة، وتنطلق منها الأفكار المحدودة أو الضيقة عند الإنسان. هنا البعد الرابع هو بعد التفكير المطلق الغير محدود. فعندما تقول لي مثلا أريد أن أصبح فنان مشهورا، أقول لك أنت لا تحتاج أن تصبح فنان مشهور، فأنت أساسا فنان مشهور. إذا تقول لي أريد أن أصبح مليارديرا، فأقول لك أنت الآن ملياردير، فلا تقول لي أريد أن أصبح ملياردير. إذا تقول لي أنا أعاني من مرض صعب جدا وليس له علاج، فأقول لك أنت الآن جسمك صحي فلا تحتاج أن تعاني من مرض. طبعا أنا أفهم كثيرا صعوبة تصديق أو تقبل هذا الكلام، ولكن دعونا أولا نعرف ما هو مصطلح المطلق في علوم الميتافيزيكس. لو تبحث في قاموس وبستر عن هذه الكلمة، فسوف ترى معناها هو الحرية من أي نوع من أنواع المحدوديات والتقيدات. ويعرف أيضا عالم الميتافيزيكس الشهير توماس تروارد المطلق ب هو الفكرة، والتي من خلال هذه الفكرة فكل العناصر التي ترتبط بالزمن والمسافة تكون غائبة.
لاحظ جيدا أن الإله أو الخالق تفكيره يكون من البعد الرابع، لأنه هو أساسا البعد الرابع نفسه. والبعد الرابع كما قلنا يسمى بالكون الهولوغرافي، وكما سوف تتعرف عليه بتفاصيل أكثر لاحقا أيضا. بعدما فهمنا ماذا نعني بالميتافيزيكس، دعونا نوضح لماذا الإله هو خادم الإنسان وليس العكس. دعونا نوضح أولا معنى الإنسان الخالد، ثم بعد ذلك سوف نعرف لماذا الإله هو خادم البشر. لاحظ، كلما الإنسان يزداد حبه للبشر، وكلما كان هذا الإنسان يصرف حياته في خدمة البشرية، وصل هذا الإنسان إلى منزلة الخلود، وهو سوف يذكر على مر الأجيال والعصور، وتكتب عليه قصص، وتؤلف عليه دراسات وبحوث، والمجتمعات تتبنى أفكاره وتتمجد بأفعاله، فهو يغير التاريخ البشري بأكمله، ويسمى هذا الإنسان بالقائد. لو نلاحظ مثلا غاندي، نيلسون مانديلا، كونفوشيوس، إبراهام لينكولن، الفارابي، ابن خلدون، هؤلاء هم قادة خالدون على مر التاريخ. وهل تعرف لماذا؟ لأنهم كرسوا كل حياتهم لخدمة الإنسان. لاحظ في العلوم التجارية، فأيضا أن خدمة الزبون وإعطائه أفضل منتوج هو من أهم سياسات الشركة الناجحة. شركة أمازون العملاقة، فأحد أهدافها مثلا هي إعطاء أعظم خدمة للزبون، وهذا ما تبناه مؤسس الشركة جيف بيزوس ومنذ بدايات الشركة. ففي كل مقابلاته وأحاديثه نراه يركز على إعطاء أعظم خدمة للزبائن. الإنسان الذي لا يرى نفسه خادما للبشرية سوف لا ينجح في الحياة. الخالق أو الإله أو الكون أو الضوء أو الأثير، هذه أسماء الطاقة الغير محدودة، هي خادمة البشر لأن عملها ميزها بالعظمة الغير محدودة، والتي هي الخدمة الغير محدودة للبشر، فلهذا هي نالت الخلود. هذه القوة الكونية وبدون انقطاع هي تبني للبشر وباستمرار أجسامهم، توفر لهم الطعام الغير محدود، توفر لهم السعادة الغير محدودة، توفر لهم الحماية الغير محدودة، وتوفر لهم الثراء المادي الغير محدود، وتوفر لهم الذكاء الغير محدود. وهذه القوة تجعل أيضا كل شيء في الكون هو في خدمة الإنسان، وتزودنا أيضا نحن البشر بأعظم قوة في الكون، وهي قوة العقل الباطن. وقوة العقل الباطن هي القوة التي وهبها هذا الإله إلى الإنسان، لأن الإله يرى نفسه في الإنسان. العبودية هي انفصال الإنسان عن الكون، وإحساس هذا الإنسان بأنه كائن ضعيف تسيطر عليه الظروف، وسوف يكون معرض هذا الإنسان في هذا الانفصال للفقر، للمرض، للشعور بالخوف من المستقبل. سوف تسيطر عليه الشكوك والحيرة والضجر والكره والحقد على نفسه وعلى حاله، ولا يعرف هذا الإنسان إنه هو أساساً الإله ذاته، وهو القوة الكونية ذاتها، وهو الكنز الغير محدود من الذكاء والحكمة والشجاعة. الإنسان العبد دائماً يلجأ إلى الاستغفار لأنه يحس بالذنب، ويلجأ كل يوم إلى إلهه الوهمي لكي يعطي هذا الإله أمل في النجاة من النار. فيقوم هذا الإنسان وباستمرار بمحاولة ترضية الإله عن طريق إداء ما يسمى بفرائض الدين من صوم وحج وصلاة وغيرها، لأنه يحس، أقصد هذا الإنسان، أنه مقصر وأنه مذنب وأنه لا يساوي شيئا. هذا الإنسان هرب من حياته، وهرب من ذاته، وهرب من إلوهيته، وهرب من ملوكيته الحقيقية، ودخل في سجن المعاناة. وعندما استلمته المعاناة نزعت منه ذكاءه الغير محدود،
نزعت منه تاج الملوكية من رأسه، ونزعت منه احترامه لنفسه، ونزعت منه أقدس شيء وهو عقله الباطن الإلهي الذي وهبه الإله لهذا الإنسان. أنا مستقر في أوروبا، وفي بعض مواسم الصيف أذهب إلى البحر وأرى بعض من السيدات المسلمات المحجبات يسبحن في البحر، ولكن ليست السباحة العادية، ولكن هن يقومن فقط بكشف ربع الساق من ناحية القدم والمشي على جانب البحر أو أمتار معدودة في داخل البحر، يتمشين فقط. هذه السيدة تخاف الإله وهي تعيش الانفصال، وهو كما قلت مبدأ مدمر جدا لحياتها وشبابها وشخصيتها. هي تعتقد أن الإله يراقبها، فإذا نزعت ثيابها وسبحت في البحر فسوف تلعن من قبل هذا الإله لأنها خالفت أوامره، وسوف تحشر يوم القيامة في النار الأبدية ولا أحد سوف يشفع لها. ولكن هي لا تعرف أن الخالق العظيم هو في داخلها، وهو متحد معها باستمرار، وهي كائن غير محدود من الذكاء. المرأة المتحدة مع الإله تنزع ثيابها وتسبح في البحر وتتمتع بالحياة، لأنها هي الحياة وهي الكون أيضا. الإله إله محبة، وقوته وذكاءه ومحبته موجودة في داخل كل إنسان. هذا الإله لا يحاسب البشر، بل هذا الإله يدفعهم نحو التمتع والنجاح في الحياة، وهو لم ينفصل عنهم في الماضي ولا ينفصل عنهم في الحاضر ولا في المستقبل، لأنه طاقة حب، والحب لا يعرف الانفصال. كنت أشاهد أحد اللقاءات في اليوتيوب، ففي برنامج استضاف الفنانة سهير رمزي تتحدث حول أسباب ارتداؤها الحجاب. طبعا أرشدوها وعلموها أن خالقها أعطاها شكل جميل وهي تبارزه بالمعاصي، وربها يخاصمها وهو يريد، أي هذا الخالق، أن يصالحها، فأعطاها إحساس التقرب إليه. وقالت أن كلمة أن الخالق يخاصمها، فهذه الكلمة غيرت كيانها، تقول باللغة المصرية شقل بطني. هنا الخوف دخل قلبها وأحاسيسها لأنها انفصلت عن الخالق، فالخالق في تفكيرها هو موجود في السماء يراقبها وهو غاضب عليها، ولكن هي لا تعرف أن الخالق الحقيقي موجود في داخلها ومتحد معها ويحبها ويحرص على سعادتها. فالخالق الموجود في داخلنا لا يعرف الغضب علينا، لأننا والخالق واحد. دعونا نوضح أكثر ماذا نقصد بالانفصال. الانفصال هو كل الانفعالات السلبية مثل التوتر، القلق، الضجر، والحيرة، الخوف من المستقبل، التفكير بأخطاء الماضي والإحساس بالذنب، الخوف من الخالق، الإحساس أن الخالق يراقبك وهو غير راضي عليك، الإحساس أن الخالق مبتليك، الإحساس أن الخالق يحاول أن يؤذيك لكي يختبرك، وأخيرا عدم ثقتك أنت شخصيا وشكوكك ومخاوفك من احتمالية أن الخالق سوف يغدر بك أو يؤذيك. فهذه الانفعالات هي الانفصال، أي أنك أنت الآن، ومن خلال هذه الأحاسيس تحولت طبيعتك الغير محدودة إلى طبيعة العبد والمنفصل عن الطاقة الكونية العظيمة التي لا تعرف إلا حبك أنت، تقديرك واحترامك أنت، وحرصها عليك لسعادتك في الحياة. هنا طبعا عند محاولتك لإرضاء الخالق، فأنت تزيد هذه الانفعالات السلبية في حياتك، لأنك تزيد من درجة الوهم في حياتك وتبتعد عن الحقيقة المطلقة. هذه الحقيقة المطلقة هي طبيعتها الحب الأبدي لكل بني البشر، بغض النظر عن دياناتهم وعقائدهم وأفكارهم وظروفهم وتصرفاتهم. كيف نثق بكلام شخص
ونعتبره حكيما وهو يؤمن بوجود خالق في السماء وهو منفصل عنا، وهذا الخالق يعد لنا الآن الجنة والنار وينتظرنا نموت لكي يحاسبنا. إن الشخص الذي يؤمن بوجود الموت كحقيقة فهذا الشخص يخاف الحياة أيضا، والشخص الذي يخاف الحياة فطبيعة أفكاره وتصرفاته واعتقاداته ينقصها الحكمة في فهم طبيعة الحياة. الإنسان هو الحياة، فهذه هي الحكمة الأبدية والتي لا تتغير. نعم، نحن البشر نحاول أن نغير الحكمة الأبدية الأزلية والثابتة، ولكنها لا تتغير، ولكن نرى أن أفكارنا هي التي تقيدنا وتعطينا صورة جدا ضيقة حول طبيعة هذه القوة العظيمة. إن اعتقاد البشر أن التي تلبس الحجاب سوف يرضى عليها الخالق، إن الذي يصوم سوف يرضى عليه الخالق، إن الذي يذهب إلى الحج سوف يرضى عليه الخالق ويكافئه، والذي سوف يعصي الخالق سوف يعذب عذابا أليما، فهذا النوع من الاعتقادات تؤدي إلى تقليل الإبداع وتقليل فرص النجاح، لأنها تحاصر البشر وتجعلهم في سجن مغلق لا يستطيعون استغلال طاقاتهم الغير محدودة في الوصول إلى أهدافهم التي يطمحون إليها. الكون الهولوغرافي ليس له أي علاقة بقناعاتنا وآراؤنا، لأنه ينظر إلينا بأننا جزء منه ومتحدين معه، وهو يساعدنا على النجاح في هذه المحطة من محطات الحياة. الإنسان عندما ينصدم بالعوامل السلبية والظروف الصعبة التي يواجهها في حياته، نراه يتحول إلى إنسان حذر وخائف ويفكر بالمستقبل كثيرا، لأنه يتولد لديه إحساس أنه يجب أن يعمل شيء لحماية نفسه من غدر وشر بني الإنسان، وأيضا يحاول بأقصى طاقاته تجنب الخسارة والفشل. وهنا تتولد الصراعات النفسية والعاطفية بين حضارات البشر، وتتولد الحروب والفقر والمجاعة. فهذه المعاناة كلها ناتجة من الخوف ومن عدم ثقة إنسان بإنسان آخر بسبب انفصال الإنسان عن الكون الهولوغرافي. لاحظ في علم الرياضيات مثلا، فالقيم والنتائج لا تتغير، بمعنى أن 3 زائد 3 يساوي 6، ولا أحد يستطيع أن يغير هذا أو حتى يعترض. نفس الشيء بالنسبة لقوانين الكون الثابتة، فالقوانين الكونية هي كلها طبيعتها حب، والحب لا يتغير، فلا نستطيع أن نقول أن الخالق يحب 90% ويكره بنسبة 10%، ولا نستطيع أن نقول أن الخالق يشعر بالسعادة والرضا بنسبة 80%، على فئة من الناس لأنهم يطيعوه، ولكنه يشعر بالغضب على فئة أخرى من الناس بنسبة 20% لأنهم لا يطيعوه. فهذا الخالق هو وهمي، وهو من صنع وتأليف واختراع البشر. الحقيقة الأبدية أن الخالق هو حب أبدي، وكذلك الإنسان، فالإنسان هو حب أبدي أيضا. الخالق هو ذكاء أبدي، وكذلك الإنسان، فالإنسان هو ذكاء أبدي أيضا. الخالق والإنسان واحد، ولا يستطيع الاثنين الانفصال، لأنهم إذا انفصلوا سوف يؤدي هذا الانفصال بالنهاية إلى فناء الكون تماما. الإله في طبيعته وفي ذاته لا يعرف التناقض أبدا في الأمور، بمعنى لو إن الإله فيه طبيعة سلبية مثل الغضب على الناس، وفيه طبيعة إيجابية مثل حب الناس، فهذا الإله سوف يدمر نفسه بنفسه، لأن الطبيعتين المتناقضتين سوف تتصارع أحدهما ضد الأخرى، وبالتالي سوف نرى أن هذا الإله سوف تتقلص قوته شيئا فشيئا،
ومن ثم سوف يندثر. لو هذا الإله يعد النار كعقاب والجنة كثواب، فهذا الإله هو إله متناقض مع نفسه أيضا، لأنه هنا فالطبيعة السلبية التي هي النار نشأت من مركز الإله، والطبيعة الإيجابية نشأت أيضا من مركز الإله، وهذا غير ممكن في إن ذات الإله تبني شيئا سلبيا وشيئا إيجابيا. هل تستطيع أن تتصور لو أقول لك تصور شخص بخيل وهو أيضا كريم في نفس الوقت؟ هنا فإن عقلك لم يستقبل الفكرة. طيب ماذا لو أقول لك لاعب كرة قدم عظيم جدا مشهور ولكنه فاشل في اللعب؟ أيضا عقلك لا يستطيع أن يتقبل الفكرة. تصور لو أقول لك مطرب عظيم وصوته جميل ولكنه لا يعرف الغناء، أيضا عقولنا لا تقبل الفكرة بتاتا. ماذا تشعر وتتصور لو أقول لك الخالق عظيم وكله محبة وهو ذو ذكاء غير محدود لكنه حاقد على البشر ويريد أن يعذبهم؟ أيضا سوف لا نستسيغ هذه الفكرة. القصد من هذه الأمثلة هو أن الكون الهوليغرافي هو كون الحل فقط، وكون الإيجابية المطلقة، وكون الحب المطلق والذكاء المطلق أيضا. يقول تشارلز برودي باترسون في كتابه دراسات في البعد الرابع للفكرة، إذا كانت عقيدة أي دين أو عقيدة أي فلسفة تفكر خارج قانون الحب بحيث تكون لدينا مكافأة للعمل الصالح وعقوبة للعمل الغير صالح، فهذا ليس دينا صحيحا للحياة. هناك شيء ممتع أحب أن أسرده لك، وهو أثناء مشاهدتي لبرامج وحلقات سيد روث في قناته المشهورة والتي تسمى هذه فوق الطبيعة It is supernatural، وهي قناة تستضيف أشخاص مروا وعاشوا ظواهر وحالات خارقة أي في البعد الرابع، ويتكلمون عن هذه الظروف التي مروا بها والتي غيرت حياتهم بالكامل. ففي أحد هذه الحلقات استضاف سيد روث شخص، وتكلم هذا الشخص على أنه مر بظرف خارق، وهو أنه كان يسبح مع الإله في البحر. هنا تعجب كثيرا سيد روث من هذا الأمر، فقال له كيف ممكن هذا؟ الإله يسبح معك؟ فأجاب هذا الشخص نعم، أنا سبحت مع الإله في بحر. هل برأيك ما قاله هذا الشخص صحيح أم غير صحيح؟ قناعتي نعم، كل الذي قاله صحيح. لاحظ، الإله هو ليس سيف مسلط على رقاب البشر وهو ينتظر البشر ليحكم عليهم أما بالجنة أو بالنار، وليس هذا الإله هو الإله الغاضب الذي يغضب على البشر إذا عصوا في أمر معين. الإله أو الخالق أو الضوء فمرة أخرى هو صديقك وحبيبك وشريك حياتك ويحرص على سعادتك كثيرا، هو أخوك وأبوك وأمك وزوجك، وهو كل شيء لأنه أساسا هو فيك وهو متحد معك وليس منفصل عنك، جالس في مكان بعيد جدا يراقبك ويتوعدك بالعقاب الأليم إذا خالفت أوامره. تصور شخصا وهو صاحب معمل لصنع وإنتاج السيارات، وهو في يوم يصنع سيارات متينة ورائعة، وفي يوم آخر يصنع سيارات فيها أعطال كثيرة، ويبدأ بتسويق وبيع سياراته حول العالم، وتبدأ الناس شيئا فشيئا تتعرف على سياراته، ولكنهم سوف يكتشفوا فيما بعد أن قسم من هذه السيارات فيها أعطال كثيرة وفيها خلل وأداؤها ضعيف،
فتبدأ الزبائن بالتحدث والكلام حول قوة وإداء وفعالية هذه السيارات، فقسم منهم يشك فيها والقسم الآخر يمدحها. ولنفترض أن صاحب هذا المعمل إذا استمر بتصنيع وإنتاج سيارات ضعيفة الإداء وذات خلل وأعطال كثيرة، فهو شيئا فشيئا سوف يفقد زبائنه، وسوف ترى أن زبائنه يقلون شيئا فشيئا، وهو في النهاية سوف يخسر تجارته، بل حتى شركته ربما سوف تصل إلى الإفلاس والفناء. هنا يجب أن نعرف أن الطبيعة السلبية والإيجابية حتى في العمل التجاري سوف لا تؤدي إلى الاستمرارية، بل نهايتها سوف يكون الفناء. فما بالنا إذن في هذا الكون العملاق الذي ليس له بداية وليس له نهاية، في حجمه في مساحته وفي عظمته، في الاستمرار في البناء الإيجابي. فكرة الحجاب هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الفقر هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الخوف من المستقبل هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الأمراض هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الحروب هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الشعور بالوحدة هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة صعوبة إيجاد عمل هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الموت هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. فكرة الحساب والعقاب ما بعد الموت هي كذبة ووهم آمن بها قسم من البشر. ربما تسألني هنا، ولكن لماذا لا يستطيع أغلب البشر من رفع وإزالة هذه الأفكار السلبية؟ الجواب بسبب أن هذه الأفكار السلبية فإن أغلب البشر يعتقدون أنها حقائق كونية ثابتة، ولكن الكون ليس له علاقة بما نؤمن به نحن البشر. الكون له حقائقه الثابتة التي لا تتغير، وهي الحب المطلق والكمال المطلق والذكاء المطلق، ونحن البشر جزء من هذا الحب المطلق والكمال المطلق والذكاء المطلق. يقوم الإنسان العبد بالدفاع عن إلهه وبشراسة وبقوة، ويحاول إدخال ناس آخرين وإقناعهم بصحة وشروعية هذا الإله الوهمي الغير موجود في الكون. ربما تتساءل لماذا؟ لأن الإنسان العبد يشعر دائما أنه يجب أن يرضي هذا الإله وبأي ثمن لكي يحصل على رضا هذا الإله، وهو في نفس الوقت أقصد هذا الإنسان يعزل نفسه عن أفكار الناس الآخرين ويراها ليست بها أي قيمة وأي منفعة، لأنه مقتنع أنه هو الصحيح في اعتقاداته، وإن اعتقادات بقية البشر كلها خاطئة. يقوم بانتقاد الناس الذين لا يتفقون معه في الأفكار التي يطرحها، يشعر بالحقد على الناس الذين لا يوافقونه، بل يشعر بالكراهية الشديدة تجاههم، ويعيش مع ذاته بخوف شديد وحذر شديد من الناس والمجتمع، ويحمي نفسه من التطور والانفتاح، ويرى أن التطور والانفتاح هو ضد مبادئه التي تربى عليها لأنها تغضب إلهه، وهو في موقع الدفاع عن هذا الإله الغاضب على البشر. لو تلاحظ في الآونة الأخيرة كثر عدد الملحدون في الشرق الأوسط وهم في ازدياد، ومن أحد أهم الأسباب في اعتناق الإلحاد هو بسبب أن طبيعة الإنسان هي حبه في تكوين شخصيته التي هو مقتنع بها، فهو يبحث دائما عن الحرية، لأن الكون الذي نعيش فيه هو كون حر، والإنسان أساسا هو الكون ذاته
والعبودية هي في ذاتها تهجيم وتصغير وتضعيف من حرية الإنسان. ولهذا يريد الملحدون التخلص من سجن العبودية، فلا يريد أن يكون لديهم إله يعبدوه ليلا ونهارا، لأنه يحسون بأن حريتهم أصبحت ملك هذا الإله. ولهذا نكروا وجود مبدأ الإله، لأن الإله في بعض الأديان هو السيد المطلق في هذا الكون، وهو الملك الذي يجب أن يطاع، وعدم إطاعته فهذا يعني إنزال العقاب الشديد على كل من لا يطيعه. وبالتالي نرى الملحدون هم تمردوا على هذا الإله، لأنهم لم يشعروا بالحب والفرح والسعادة والنجاح فيما لو خضعوا إلى مشيئة هذا الإله الوهمي. في السلايد القادم سوف أذكر نقطتين سوف تغير كل حياتك على الإطلاق، سوف تزيل الفقر منك نهائيا، سوف تزيل كل الأمراض منك نهائيا، وسوف تشعر بالقوة الحقيقية التي هي فيك، وسوف تبدأ بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها. فهل أنت مستعد لسماع هاتين النقطتين؟ النقطة الأولى، إن الضوء أو الكون أو الخالق يحبك ويحرص على سعادتك أكثر مما تتصوره أنت بمليارات المرات. هو يحبك بغض النظر لو كنت مسلما أو مسيحيا أو ملحدا أو هندوسيا أو أزيديا أو صابئيا أو تتبنى أي معتقد أو فلسفة معينة. النقطة الثانية، أنت كإنسان ذكاؤك وقواك للنجاح والسعادة في الحياة أكثر مما أنت تتصورها بمليارات المرات، لأنك أنت تحمل صفات هذا الكون الغير محدود فيك، فأنت والكون والإله واحد. الفصل الثاني، تطبيقات الكون الهولوغرافي لنجاحك في الحياة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها. في كتابه الرائع فائدة السعادة للمؤلف شاون أيكور، يذكر المؤلف تجربة رائعة وهي أحد تطبيقات الكون الهولوغرافي. وهذه التجربة قامت بها عالمة النفس الشهيرة الدكتورة ألين لانجر، حيث قامت هذه العالمة الجليلة بعمل تجربة فريدة من نوعها، حيث في عام 1979 جمعت مجموعة من الرجال في منتجع سياحي أعمارهم تتراوح في السبعينات، أعطت لكل واحد منهم باج وعليه صورته وهو في عمر قبل 20 عام، أي عندما كانوا في أعمار الخمسينات، وقالت لهم خلال فترة أسبوع واحد أنتم تعيشون واقع جديد، وواقعكم الجديد هو الواقع الذي عاصرتموه قبل 20 عام، فتتصرفون وتلبسون وتمشون وتأكلون كأنه الآن نحن فعلا في عام 1959، وتتحدثون عن الأمور السياسية والاجتماعية والعلمية التي تحدث في عام 1959 وعام 1958، أي أنتم الآن في أعمار الخمسينات وتعيشون هذا العمر بكل حقائقه. أرادت هذه العالمة أن تعرف في حالة إذا وضعت العقل في تصور أنه يعيش فترة الماضي أي قبل 20 عاما، فهل يستجيب الجسم لهذا التغيير؟ وهي تذكر أيضا في كتابها الرائع الرجوع العكسي الطريقة المؤكدة لإعادة نفسك أكثر شبابا وأكثر صحة، تذكر إنها التقت بأحد المشتركين قبل بداية التجربة وهو كان في عمر أواسط السبعينات واسمه أرنولد، فسألته عن
صحته بصورة عامة وكيف يشعر، فقال لها إنه الآن وبهذا العمر لا يستطيع القراءة لأن نظره ضعيف، لا يستطيع ممارسة لعبة الجولف، والطعام الذي يتناوله الآن لا يحس بأي شهية فيه. قامت أيضا العالمة بوضع صور ولوحات مأخوذة في أعوام الخمسينيات من القرن الماضي وتعليقها في غرفة المشتركون في ذلك المنتجع، وكان أيضا إن اختيارها للمنتجع أي مكانه وشكله وأثاثه يعطي انطباع إن الزمن هو زمن الخمسينيات من القرن الماضي. وبعد انتهاء فترة الأسبوع هذه وجدت تحسن عام للمشتركين في هذه التجربة، فوجدت تحسن في حالة الذكاء بمقدار 63%، تحسن في مرونة المفاصل، تحسن في السمع والبصر، تحسن في الطول والوزن، وتحسن في طريقة القيام والجلوس. والأهم من ذلك، جلبت بعد انتهاء التجربة أناس ليس لديهم علم بالتجربة وطلبت منهم أن يقوموا بالتقاط صور للمشتركين. لاحظ هنا، ثم جاءت أيضا بصور أخرى والتي أخذت للمشتركين قبل التجربة وعرضتها على هؤلاء الناس الذين التقطوا صور للمشتركين بعد التجربة، فذكروا هؤلاء الناس إن الصور المأخوذة للمشتركين بعد التجربة، فكل المشتركين في هذه الصور يبدون فيها أكثر شبابا من الصور التي كانت ملتقطة لهم قبل التجربة. لاحظ المثال التالي: سيدة كل همها هو الزواج والاستقرار وتكوين عائلة سعيدة، ولكنها لا تستطيع تحقيق هذا، وهي تشعر وتحس وتؤمن أنه انتهى كل شيء في حياتها، فهي بالنسبة لها فهذا الشيء أصبح حلم ولن يتحقق، وما عليها إلا أن تعيش الواقع وبحزن شديد. هنا الخطأ العظيم هي أن هذه السيدة تفكر من مركز الدماغ الذي طبيعته الحكم واتخاذ القرارات من البيئة الناقصة والواقع الناقص، وبالتالي هي تعتقد أنها هي التي تفكر وأن هذا هو الذي يحدث لها فعليا، ولكن هذه هي الخدعة العظيمة، وهي أن الدماغ خدعها في إعطائها بيانات ناقصة وضعيفة وليس لهذه البيانات أي أساس من الصحة وليس لها أي وجود حقيقي، فنراها هي سقطت في حفرة المعاناة. الحل هو إنها يجب أن تفكر من مركز الكون الهولوغرافي وليس من مركز الدماغ. طبعا أريد أن أقول أكثر من مرة أن الكون الهولوغرافي هو الكون الذي يعرف فقط الحلول ولا يعرف المشاكل أو العقبات. هذه السيدة إذا بدأت تفكر من مركز الكون وليس من مركز الدماغ فسوف تبدأ المعجزات تنهال عليها من كل جانب. دعونا نوضح كيف أن هذه السيدة سوف تفكر من مركز الكون. إذن أولا، تقوم هذه السيدة بصرف وقت في كل ليلة ولمدة 5 دقائق بالتفكير بالذكاء الغير منتهي والغير محدود للكون، تفكر بالحب الغير محدود لهذا الكون لها، تفكر أن أفكارها التي تنبع من الدماغ هي وهمية وتقول إن كل أفكاري السلبية أنا أشعر بها ولكنها هي وهم في وهم، فهي مجرد نبضات إلكترونية دماغية تتفاعل مع بعضها البعض في الدماغ وتتطاير هنا وهناك في أجزاء من الدماغ ولا أكثر ولا أقل من هذا، وهذه الأفكار هي ليست أنا. تستمر وتقول الأفرميشن التالي: أنا إنسانة رائعة، أنا إنسانة جميلة، لأن جمالي هو من جمال هذا الكون العظيم،
الكون يحبني ويريد سعادتي، وأنا والكون واحد. هذا الكون يمدني بالفرص العظيمة في كل يوم. كل صباح أنا أنهض فيه من النوم صحتي وشبابي وظروفي الإيجابية ونفسيتي وعواطفي وأفكاري في تقدم وفي تطور وفي ازدهار. أشعر بثقة غير محدودة، فهي ثقة الكون الغير محدود التي في داخلي. الكون يثق بي وأنا أثق بالكون. الكون يحبني وأنا أحب الكون. الرجل الذي أريد أن أبني معاه علاقة عاطفية هو ينتظرني الآن، فهو قريب من ذاتي ووجداني وكياني. هذه السيدة يجب أن تبني في عقلها أيضا أنها تعيش الحل، أي أن كل شيء انتهى إيجابيا، بمعنى أنها تبني صور، وهي فعلا الآن لها عائلة سعيدة، أطفالها وشريك حياتها سعداء معها، وتحس بهذه السعادة فعليا من خلال بناء صور البيت الذي تسكن فيه وسماع أصوات أطفالها وهي تعلمهم شيء معين أو تنصحهم بشيء معين. تحس بصوت زوجها وهو يناديها ويستشيرها حول موضوع معين. تشعر بجسد زوجها وهو يلاطفها، وتشعر بأحاسيس الحب والأمان والاسترخاء العاطفي والذهني معه. هنا هذا هو معنى الاتحاد مع الكون العظيم. هذه السيدة اتحدت مع الكون، وصار الكون مطيع لها بتحويل أفكارها إلى الواقع الفيزيائي الملموس. تقوم هذه السيدة الآن بالتحرك واتخاذ الفعل، لأن الكون الذي نعيش فيه هو كون حركي. تقوم بحضور ندوات ومؤتمرات ومناسبات، وتختلط مع الرجال، تعتني بجسمها وتعتني بمظهرها وتعتني بلغة جسدها، تمارس الرياضة وهوايات هي تحبها وتعشقها، تتعلم السفر إذا كانت لديها فرصة السفر، تدرس سيكولوجية الرجال وتتعلم أصول التخاطب مع الجنس الآخر. هنا هي بهذه الفعاليات تزداد ثقتها بنفسها كثيرا. الثقة بالنفس للسيدات أمر ضروري جدا في الحياة. تعريف الثقة بالنفس هو إن الإنسان يؤمن فعلا وحقيقة إنه كائن مقدس، وأنه جزء من هذا الكون العظيم، وهو أي الإنسان يمتلك صفات الكون نفسها، فهو كائن غير محدود من الذكاء وغير محدود من الحب. بالنسبة لهذه السيدة، هي يجب أن تؤمن إنها بنت هذا الإله العظيم وبنت هذا الكون العظيم، وإنه ليس هناك مستحيل في عقل هذا الكون الذي هي جزء منه. دعني أعطي أمثلة على أهداف كبيرة ربما أنت تفكر بتحقيقها. فمثلا، ماذا لو تريد أن تدرس الطب في جامعة هارفارد؟ فأنت تريد أن تصبح طبيبا وهذا هو هدفك. طبعا لكي نبدأ بوضع الخطوات الضرورية لكي تحقق أي هدف كبير، فأولا يجب أن تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، كيف سوف تصل إلى هناك. فهذا ما يقوله الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. النقطة الثانية، وهي أن في الهدف الكبير فهناك تحديات كبيرة. يقول الكاتب ريتشارد كوتش في كتابه الإداري 80-20 الطرق لكي تصبح قائدا عظيما، يقول إن الحياة معقدة، وعندما نعترف بهذا فهنا وعندما نواجه تحديات فسوف لا ننهزم، لأننا نعرف إن الحياة معقدة. ولكن إذا قلنا إن الحياة سهلة وبسيطة، فهنا إذا واجهنا تحدي صعب فسوف ننصدم. هنا يجب أن تعرف أيضا أن فيك الفضاء الغير محدود، وهو الذي سوف يعطيك القوة الغير محدودة لمجابهة كل تحدي. أن تحقيقك لأي هدف كبير
فهو يعتمد اعتمادا كبيرا على مقدار ثقتك بنفسك. ثقتك بنفسك تعتمد اعتمادا كبيرا على مقدار ومدى إيمانك بأنك جزء من الخالق، وإنك متحد مع هذا الخالق الغير محدود في الذكاء. لاحظ، مركز علوم النجاح كلها تصب في مصب واحد، وهي الإيمان بأنك قوة غير محدودة من العطاء. ولكن تذكر أيضا أن في أعماق أعماقك هناك وحوش الفشل، والتي تقول لك أن هذا شيء مستحيل، وأن هذه الأشياء التي تريدها هي مجرد أحلام. الحقيقة أن أغلب البشر يستسلمون لهذه الوحوش أكثر من تصديقهم وثقتهم بقابلياتهم على النجاح. في الهدف الكبير، فمقياس النجاح يعتمد أيضا على مقدار طاقتك في الصمود والاستمرارية وتحمل الفشل وتحملك لانتقادات الناس لك أيضا. أي شخص يبدأ بالتسلق نحو النجاح والتألق سوف ينصدم بانتقادات الناس اللاذعة. هناك كثير من البشر استمروا لسنة أو سنتين ولكنهم قرروا الانسحاب، لأن انتقادات البشر لهم أحبطت مشاريعهم. خوفك من الناس عامل يجب أن لا تجعله حاجز يوقفك من التقدم نحو الأمام. الناس دائما يتكلمون عندما يعرفوا أنك بدأت بالصعود نحو الأعلى، لأنهم يحسون أنك غادرتهم وأصبحت شخص ثاني، ووعيك وأفكارك بدأت تتغير وتختلف اختلافا كليا عن مفاهيمهم ومعتقداتهم في الحياة. الناس سوف ينتقدوك أيضا لأنهم لم يستطيعوا ولم يقدروا أن يحققوا الذي أنت حققته، فهنا هم سوف يحاولون أن يسحبوك نحو الأسفل. الناجح يجب أن لا يكترث إلى ما يقوله فلان أو فلان، بل يجب أن يكون سلس، ويجب أن تكون له القدرة على السيطرة على عواطفه، وخاصة عواطف الغضب والكره والحقد والخوف والتردد والشك بقابلياته. طيب، لاحظ الشكل التالي. المستطيل الأزرق هو فكرة الهدف، والأسهم الحمراء وهي المدخلات بمعنى الإجراءات الروتينية والاستراتيجيات لتحقيق الهدف. هذه الإجراءات الروتينية تتمثل الاتصال بفلان، كتابة إيميل، دراسة موضوع معين لكسب خبرة معينة، تسجيل فيديو يوتيوب، بناء موقع إنترنت، مقابلة شخص معين لطرح فكرة معينة. هذه تسمى الإجراءات الروتينية واستراتيجيات التحرك، وهي جدا جدا مهمة. الأسهم في اللون الأصفر هي مقدار العواطف الإيجابية التي تصاحب الإجراءات. العواطف الإيجابية هي قوى العقل الباطن التي يجب أن تؤمن بها، ويجب أن تكون إيجابية لأنها هي حقيقتك، بحيث لا يستطيع الإحباط والخوف والشك من أن ينال من عزيمتك ومن إصرارك. الأسهم الخضراء هي النتائج، أي أنت يجب عليك الآن أن تعيش الهدف وهو متحقق. الأسهم السوداء هنا فهي الوحوش الوهمية التي هي في أعماقك، والتي تحاول أن تفشل أهدافك، فتحاول جرك إلى مستنقع المعاناة. فهنا مثلا إذا واجهت أي ظرف سلبي وأنت في الطريق نحو الهدف، فهي سوف تبدأ بالتكلم معك وتقول لك هذا الهدف غير صحيح، وأنت ورطت نفسك وسوف تدمر مستقبلك، والأفضل لك أن تتوقف عن هذا الجنون. تقول لك إن الطب مهنة صعبة ومهنة أنت غير مؤهل لها أساسا، جامعة هارفارد فقط للناس الأذكياء، وأنت إنسان غير ذكي،
فهل تتذكر اليوم الفلاني أنت فشلت في ذلك الموقف أو الظرف؟ فلا تحاول أن تقنع نفسك بهذا الحلم الزائف. طبعا أيضا هذه الوحوش السوداء سوف يزداد صراخها ضدك ومحاولة إزعاجك في حالة إذا اخترت هدف هو على غير رضا أبوك وأمك ومجتمعك، لأن في انتقادات وتوبيخ الناس لك، فهذه الوحوش تخاف جدا من الناس فتقوم بإعطائك أحاسيس سلبية وهمية لكي تسحبك إلى الأسفل ولكي تمنعك من الاستمرارية في الصعود لتحقيق هذا الهدف. يجب أن نعرف أيضا أن في أعماق البشر فهذه الانفعالات هي طاقات سلبية مغروسة في العقل الباطن، وهذه الانفعالات السلبية هي في طبيعتها الخوف من البشر والخوف من الفشل، وهذه العواطف السلبية انغرست في داخلك بسبب الطبيعة الخاطئة والحضارة الخاطئة المبنية على زرع الخوف في المجتمعات وخاصة المجتمعات الدكتاتورية ومنذ مراحل الطفولة في عقل الإنسان. فتعاليم الدين الغير صحيحة وكبت الثقافة الجنسية وعزل الأطفال البنات عن الذكور وثقافة الأب والأم وحضارة المجتمع السلبية عموما، فهذه كلها تزرع المخاوف عند الإنسان وتجعله عديم الثقة بنفسه، يعاني الإحباط والتردد والشك في نفسه. يجب أن ننتبه إلى نقاط مهمة جدا، وهي إن العواطف الإيجابية يجب أن تكون مساوية إلى الإجراءات ومساوية إلى النتائج، وأن نقوم بإسكات أصوات هذه الوحوش السلبية أيضا. فماذا نقصد من هذا؟ لاحظ، إذا كانت العواطف الإيجابية ضعيفة يسودها الخوف والشك والقلق، وبالمقابل فالتحركات عالية، فلا فائدة من هذا لأن النتائج سوف تكون ضعيفة. وإذا كانت العواطف إيجابية عالية جدا ولكن في المقابل فالإجراءات ضعيفة، فأيضا النتائج سوف تكون ضعيفة، فلا فائدة من هذا أيضا. إذا كانت العواطف الإيجابية عالية والإجراءات عالية ولكنك لا تبني صور إيجابية، أي إنك الآن لا تعيش الهدف وهو متحقق، فأيضا النتائج سوف تكون ضعيفة. لكي تدفع إلى الأمام يجب أن تتحد مع الكون الهولوغرافي وبأقصى ما لديك من طاقة، وأقصد هنا أولا أن تعيش الهدف وبكل وضوح، أي تعيش النتائج وإن الهدف متحقق الآن. هنا يجب أن تعيش وإنك فعلا طبيب وتحس وتشعر بأجواء المستشفى التي أنت تعمل بها، وتشعر بالبدلة التي أنت مرتديها، وتبني هذه الصور بعقلك كل يوم عن طريق عملية البناء الإيجابي ولمدة 10 دقائق يوميا في الصباح والمساء، فهذا مهم جدا جدا. ثانيا، تطور استراتيجيات التحرك وتزيدها بذكاء وحكمة، تزيد الإيمان بالنفس والثقة بقابلياتك عن طريق اتحادك بالكون الهولوغرافي. وهنا فقط، الكون الهولوغرافي الآن سوف يقوم بتدمير الوحوش السلبية ويقوم بزيادة العواطف الإيجابية ويقوم بشحنك بذكاء غير محدود لزيادة وتحسين استراتيجياتك في الحصول على مقعد في كلية الطب في جامعة هارفارد. الملاحظة المهمة هو أن تكون صبورا وأن تكون هادئا جدا وحكيما وأن تكون ذكيا في تطبيقك لهذه الأمور. كما قلنا أعزائي إن في الكون الهولوغرافي ليس هناك مشكلة أساسا، فهو كون الحلول فقط، وهذه النقطة مهمة جدا لتحقيق أي هدف أنت تسعى إليه. فما أن تبدأ بوضع هدف في عقلك فيقوم الكون الهولوغرافي بوضع الحلول لك مباشرة،
حتى قبل أن تخطط أنت لتحقيق هذا الهدف. وهذا ما يقوله الدكتور جوزيف ميرفي. المشكلة الحقيقية في الإنسان هو في وجود قيمة الصفر في حياته، أي إيمانه بالمعاناة. والمعاناة تأتي من نظرته الضيقة لاستيعاب مفاهيم الحياة وعدم اتحاده وتطبيقه لقوانين الكون الهوليغرافي. لاحظ، في هذه الأسهم السلبية السوداء، أي في انفعالاتنا السلبية، فهي الحاجز الحقيقي، وهي التي تحبطنا عن التقدم نحو الهدف وتحقيق الهدف. فهذه الأسهم السوداء تتمثل في تذكر حوادث الماضي السلبية وتأثيرها على مستوى ثقتك بنفسك، الشعور بالتوتر والعصبية وعدم الاستقرار عاطفيا، الخوف من الفشل، الحيرة والشعور بالضجر عند مواجهة تحدي معين، الشعور بالكسل وتأجيل الأمور المهمة وخلق الأعبار، والأقوى هو الخوف من انتقادات البشر. هذه الانفعالات السلبية هي، ومرة أخرى أقول، هو ما نقصد به الانفصال عن الكون الهولوغرافي والنزول والعيش في البعد الضيق، أي ترددات العقل الواعي. دعونا نستمر بتوضيح أمثلة أخرى. تصور لو إن شخص مريض وهو في عمر 90 عاما ويشعر بآلام شديدة في جسمه. طبعا في الكون الهوليغرافي ليس هناك عمر، فلا نستطيع أن نقول مثلا إن هذا رجل كبير في العمر وهذا الرجل صغير في العمر. ليس هناك أيضا مرض وليس هناك أي نوع من المعاناة. هذا الرجل الكبير في العمر هو متوهم إنه كبير في العمر لأن أحاسيسه تخدعه بالواقع الحسي. على العموم، لكي يتحد هذا الرجل مع كونه العظيم، فهو يعمل التطبيق التالي يوميا ولمدة 10 دقائق. يبدأ بالتفكير من مركز الكون وليس من مركز الدماغ، فيقوم بالشعور والتفكير بنقطتين مهمتين، وهاتين النقطتين هما أساس مبادئ الكون الهوليغرافي، وهي الحب الغير محدود والذكاء الغير محدود لهذا الكون العظيم. فيصرف هذا الرجل 10 دقائق في الإحساس بهاتين النقطتين لهذا الكون، تاركا وراءه كل معاناته. وهذا هو معنى الاتحاد، وهو أن هذا الرجل يرفع من درجة وعيه، أي أفكاره وأحاسيسه، بحيث أن أفكاره وأحاسيسه تتحد مع صفات الكون، فيتحول هذا الرجل إلى حب غير محدود وذكاء غير محدود أيضا. هنا نرى أنه بمجرد صرف 10 دقائق يوميا بالإحساس بالذكاء الغير محدود وبالحب الغير محدود لهذا الكون، فهذا الرجل شيئا فشيئا تنشط دورته الدموية، جهازه الهضمي يرجع إلى حالته الطبيعية، مفاصله وعضلات جسمه تبدأ بالاسترخاء، نبضات وفعاليات قلبه تبدأ بالنشاط والتحسن والحيوية في العمل، خلايا جسمه تبدأ بالتعاون والعمل لبناء الجسم مجددا، الأمراض شيئا فشيئا تبدأ بالزوال من حياته. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى شيئا في غاية الأهمية، وهو في جوهر مبادئ الكون الهوليغرافي، وهو الإيمان والاعتقاد أنه، أي هذا الشخص، هو الآن فعلا الذكاء الغير محدود والحب الغير محدود، وليس فقط الإحساس والشعور بالكون الغير محدود، فهذا أبدا غير كافي. وإنما عملية الاتحاد هو أن تصبح أنت الشيء الذي تبنيه في عقلك، وليس فقط الإحساس والشعور بهذا الشيء. يستمر هذا الرجل في تفعيل عضلاته وعظامه من خلال بناء صور إيجابية أخرى، وهذا البناء يتم بتكرار التمرين التالي.
يوميا ولمدة 5 دقائق، وفي وضع يكون فيه غالقا عينيه وجالسا في غرفة هادئة. يبني صور أنه الآن هو في عمر 40 ويركض على ضفة بحر، ويحس بالهواء النقي، ويحس بجمال أشعة الشمس، ويحس بقوة قلبه وعظامه وعضلاته. يحاول أن يعطي شعور جدا حقيقي في هذا البناء، بمعنى هو يشعر بحقيقة عمره، إنه هو فعلا الآن في عمر 40 عاما. يشعر بالقوة، يشعر بالسعادة وحب الحياة، يشعر بالحيوية، ويشعر بالثقة بالنفس والطموح. وبعد انتهائه من هذا التمرين يبدأ بممارسة تمرين الشكر والامتنان، وهو مهم جدا أيضا. ففي هذا التمرين يقوم بشكر جسمه وشكر كل خلايا جسمه وشكر عظامه وعضلاته وعيونه وأنفه وجلده، بل يحاول أن يشكر كل شيء. يشكر المكان الذي يجلس فيه، يشكر ملابسه، يشكر طعامه الذي يتناوله، وحتى يشكر طريقة كلامه ومشيته، ويشكر كل شيء يلاحظه حوله. يشكر ماضيه، ويشكر حاضره، ويشكر أفكاره وعواطفه، ويبدأ يقول التالي: أنا إنسان رائع، جسمي رائع، وكل خلية من خلايا جسمي ينتشر بها ضوء الكون الغير محدود، وأنا أحس بهذا الضوء الآن هو في داخلي. أشعر أن خلايا جسمي تزداد حيوية وتزداد نشاطا في كل يوم. أنا جزء من هذا الكون العظيم، وهذا الكون يريد لي السعادة والصحة والحب والاستقرار العاطفي والنفسي. هنا ربما سوف تعترض وتقول: ولكن أنا الآن أعاني من اضطراب عاطفي. أو تعترض وتقول: أنا أعاني من فقر مادي شديد. وربما تعترض وتقول: ولكن أنا الآن جسمي تأكله الأمراض أكلا، فكيف تقول لي إنني بقوة الإله وإنني قوة غير محدودة من الذكاء؟ جوابي إن كل هذه الأعراض تأتي إلى الإنسان بسبب الانفصال من الكون، فيتحول الإنسان بعد هذا الانفصال إلى ضحية الظروف الصعبة. وعندما ترجع إلى ملوكيتك الحقيقية، فهنا سوف لا تستطيع الظروف الصعبة أن تنال منك، لأنك أنت الآن الكون العظيم ذاته، وأنت الآن الحرية المطلقة ذاتها. والظروف الصعبة لا تستطيع أن تصعد معك إلى الأعلى لكي تسحبك إلى الأسفل. عندما أقول إن الإنسان هو الإله ذاته، فأنا أعني إن الإنسان يحمل صفات الكون نفسها، ويحمل صفات الخالق نفسه. الخالق والإنسان والكون هم واحد. الحياة ليس بها انفصال، بمعنى ليس هناك فقر، وليس هناك مرض، وليس هناك موت، وليس هناك يوم حشر أو قيامة أو عقاب ينتظر البشر. الإنسان هو الحياة، والإنسان هو الكون. لاحظ طبعا الإنسان الذي يعيش في ترددات العقل الواعي، والذي يسمى أيضا بالبعد الضيق أو العقل التحليلي، لا يستطيع أن يوافق على هذا الكلام، لأن ترددات العقل الواعي ترفض الخلود وترفض القوة الغير محدودة الموجودة في الإنسان. هنا نرى إن الإنسان الذي يعيش ضمن ترددات العقل الواعي يفضل العيش في سجن المعاناة، لأنها تجلب له سعادة وهمية. ولهذا نرى أن هذا الإنسان عندما يعيش في تمشية أموره في الحياة سوف يكون محاصرا بالشك والخوف والتوتر والضجر والكره والحقد وانعدام الثقة بالنفس وغيرها من المشاعر السلبية المدمرة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على نجاحه وسعادته في الحياة.
الخطأ الكبير إن الإنسان يظن أنه عظام ودم ولحم، وهو يولد في هذه الحياة ومن ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصبح شخصا كهلا، ومن ثم يموت، وبعدها يدخل أما الجنة أو النار، واعتمادا على نوع المعتقد أو الدين الذي يتبناه. طبعا حتى في فلسفة الإلحاد فأيضا تنتهي القصة عند حدوث الموت، فالإنسان عند الملحدين يعيش مرة واحدة فقط، وهي هذه الحياة التي نعيشها على الأرض، وبالموت ينتهي كل شيء. الحقيقة المطلقة هي إن الإنسان ليس الدم واللحم والعظام، والإنسان ليس بالموت تنتهي قصته. وأيضا في الكون الهوليغرافي فليس هناك أي عقاب ينتظر هذا الإنسان بعد الموت، لأننا كما قلنا إن الإنسان هو الكون ذاته، فكل شيء في داخل الإنسان هو الكون الكامل النقي ذو الحب والذكاء الغير محدودين، ويستمر الإنسان في الحياة إلى ما لا نهاية، لأن الحياة لا تنتهي والكون لا ينتهي أيضا، والإنسان يفعل ويطور ويبني الحياة، والحياة تفعل وتطور وتبني الإنسان، لأن الاثنان هما واحد وهما في اتحاد أزلي وفي بناء أزلي أيضا. دعونا نتبحر أكثر وأكثر بتطبيق قوانين الكون الهوليغرافي. فلكي تنجح في الحياة، فربما تسألني الآن وتقول: وكيف أسترجع ملوكيتي وقوتي؟ فأنا أريد أن أنجح في الحياة، فأنا عندي أهداف أريد أن أحققها في الحياة. الجواب مرة أخرى أن النجاح في أي هدف تسعى لتحقيقه يجب أن تبدأ بالتفكير من مركز الكون وليس من مركز العقل الواعي الضيق. مركز الكون هو أن ترى نفسك وشخصيتك كما يراها مركز الكون أو ذات الكون. الكون أو الخالق أو الضوء يراك كاملا نقيا ذكيا جميلا ورائعا. فأول نقطة، يجب أن ترى نفسك كما يراك الكون، ولا تكترث إلى الأفكار السلبية التي يهاجمك بها العقل التحليلي، والتي يحاول العقل التحليلي أن يعطيك صورة خاطئة حول نفسك، فيصور لك أن أهدافك صعبة التحقيق، وأن الحياة صعبة، وأن هناك ظروف صعبة أنت لا تستطيع أن تتجاوزها، وأنك إنسان رخيص ليس لك أي قيمة، بل لا تستحق النجاح في هذه الحياة. يقول جيمي كارتر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية: أستطيع أن أقول إن أي إنسان يستطيع أن يكون ناجح، فسواء كنت طفلا معوقا أو تعيش في فقر، أو إذا كنت تعيش وأنت لديك أي عاهة أخرى في الحياة، فأنت تستطيع تقييم قياسات النجاح من خلال عين الخالق، وهي العدالة، السلام، التواضع، الخدمة، العفو، العطف والحب. فهذه القيم لكي تحصل عليها لا يشترط وليس من الضروري أن تكون غنيا أو لديك سلطة أو تكون شخص مشهور أو ذو جسما صحيا أو ذكيا. هنا الشيء الذي لا يعرفه أغلب البشر هو أنهم أساسا ناجحون، فعند أول يوم من ولادتك فأنت ناجح بغض النظر عن جنسيتك، اعتقاداتك وأفكارك. النجاح لا يعتمد على ماذا يريد المجتمع منك أن تكون أو تصبح. احذر أن تعيش النجاح وفق ما يريده المجتمع منك. بذور النجاح الحقيقية هي بسؤال نفسك: أنت أساسا ماذا تريد أن تكون وتحقق؟ حتى وإن اعترضت أفكارك مع ما يريده المجتمع منك أن تكون. والنجاح أيضا هو ماذا سوف تقدم إلى الإنسانية من خدمات. والنجاح أيضا هو ما مقدار الحب الذي تنشره في العالم. يقول مؤلفو كتاب النجاح يبنى لكي يبقى، وهم جيري بوراس وستيوارت أميري ومارك تومسون:
يقولون في كتابهم احذر من أن تختار شيء تفعله، ومقاييس هذا الشيء موضوعة بواسطة ناس آخرين. فأنت إذا كنت مثل بقية الناس الآخرين، فهنا سوف تطور مهاراتك لتختار مهنة معينة، وسوف تكون هذه المهنة حسب مقاييس وضغوطات المجتمع وضغوطات الاقتصاد. وبالرغم من أنك تختار شيء ما، وهذا الاختيار يكون سياسيا صحيح من أجل أن تفرح ناس آخرين من خلال إعطائهم ما يتوقعونه منك، أو من المحتمل أنت اخترت هذا الاختيار من أجل أن تحصل على مكانة، أو من المحتمل أن هذا الاختيار يكون ناشئ لأنك تحس أنه أضمن اختيار. هنا يجب أن تعرف أنه ليس هناك اختيارات مضمونة عندما تريد للنجاح أن يستمر ما لم يكون هذا الاختيار مبني على معنى حقيقي. يعني بهذا مؤلفو الكتاب أنه لا يجب أن تكون نظرتك في الحياة مبنية على ما يريده الناس الآخرين أن تكون. مثلا إذا أردت أن تصبح فنان مشهور وتحب هذا المجال كثيرا وتشعر أنه هو حقيقتك، ولكن أباك يخجل من هذا، فهو يعتقد، وبسبب أنه أقصد أباك، فهو يعيش في بيئة دينية فيقول لك أنه يجب أن تكون طبيبا لأنه ربما يريد أن يفتخر بك أمام الناس ولا أكثر من هذا، ولا يريد أن تسبب أنت له الحرج والإحباط أمام الناس. هنا إذا أنت تنازلت لما يريده أباك منك وتحولت إلى مهنة الطب، وفي نفس الوقت هناك وما يزال في داخلك شيء لا يريد هذه المهنة أي مهنة الطب، فإن نجاحك سوف لا يستمر. بمعنى أنت ممكن أن تصبح طبيبا، ولكن بعد 20 عاما من ممارسة الطب سوف لا تشعر بالنجاح، بل تشعر ربما بالحزن وعدم الارتياح، لأن هناك شيء في داخلك لا يريد الطب. هنا فأهدافك يجب أن لا يكون هناك أي شخص له الحق أن يحددها أو يختارها لك، ولكن أنت فقط الذي تحدد ماذا تريد أن تحقق، وليس أباك أو أخوك أو مجتمعك، لأنهم أساسا هم لم يهبوك الحياة، فهم غير مسؤولون عن تقديم نصائح، وهم أيضا في نفس الوقت ليست لديهم نظرة عميقة في الميتافيزيكس، وليست لديهم نظرة عميقة أيضا في علوم وسيكولوجيات النجاح. عندما نقول إن الإنسان هو الحياة والإنسان هو الكون، نقصد بهذا إن الإنسان هو ملك ذاته وأفكاره وهو حر بها. الكون الهولوغرافي، وانتبه جيدا إلى هذه النقطة، هو كون الناس الشجعان. هذا الكون يدعم فقط الناس الذين يعرفوا ماذا يريدوا أن يحققوا في الحياة. الخالق أساسا يريدك أن تنطلق في الحياة وتنسعد وتتمتع فيها، وهو لهذا وهبك الذكاء الغير محدود والحب الغير محدود. في الكون الهولوغرافي النجاح حليف الإنسان الذي يفهم نفسه جيدا، فإذا فهم نفسه فهو، أي هذا الإنسان، نراه قد فهم قوانين هذا الكون واتحد معها. لاحظ، عندما ندخل في صراع مع أنفسنا فنحن هنا دخلنا في صراع مع الخالق أيضا، لأن الخالق هو أساسا فينا، وهذا الصراع نتيجته سوف تكون الانفصال عن قوانين الكون، ومن ثم الشعور بالإحباط والخيبة والتوتر والضجر وكل المشاعر السلبية الأخرى. النقطة الثانية في قوانين الكون الهولوغرافي، وهي أن تتمنى للبشر مستقبل سعيد وحياة رائعة،
كما تتمناها لنفسك. فمثلا عندما تمشي في الشارع وتمر من أمامك سيارة، فقل مع نفسك: أنا أرسل تحياتي لهذا الشخص الذي مر من أمامي الآن، وهو الآن أراه ذاهب في مشوار ويكسب مال وفير ويرجع فرحا لعائلته. في سوبر ماركت، تمنى لكل العاملين في السوبر ماركت أن تزداد رواتبهم وأن تتحسن ظروفهم المادية. تمنى لكل المرضى في مستشفيات العالم بأن يشفوا تماما من أمراضهم ويرجعوا إلى عوائلهم وهم بصحة عظيمة. عندما تمشي في شارع مزدحم، تمنى لجميع الناس في الشارع التوفيق التام في صحتهم النفسية والعاطفية والمادية والاجتماعية. عندما ترى امرأة كبيرة في العمر ويبدو عليها التعب في الحياة، انظر لها في عقلك بأنها شابة في مقتبل العمر وتتمتع بصحة عظيمة، وتتمنى لها العافية والخير الدائم. في الليل وأنت مستعد للنوم، ابني في عقلك ضوء أزرق نقي صافي جميل يملأ كل جسمك وغرفتك وبيتك، ومن ثم يذهب هذا الضوء وينتشر في كل بقعة في الأرض ويغطيها تماما، وترى في عقلك أن أبناء الأرض كلهم ينعمون بالأمان والسلام والاطمئنان والسعادة، وترسل لهم تحياتك وسلامك، وهم بالمقابل أيضا يرسلون لك تحياتهم وسلامهم. السر هنا هو أنه أنت كلما تعطي وتتمنى للناس الخير، سوف يرجع لك الخير مضاعفا ألف ضعف، والخير العائد عليك هنا يتمثل بالصحة العظيمة وبفرص عمل عظيمة وبسلام عظيم وباستقرار مادي عظيم وهناء عظيم وسعادة عظيمة. النقطة الثالثة، وهي من أعظم تطبيقات الكون الهولوغرافي، وبها: فإذا أنت مرنت نفسك يوميا على ممارستها، لا أعتقد سوف يكون هناك مستحيل أمامك في الحياة. الكاتبة العظيمة لويس هاي تذكر مبدأ مهم، وهو النظر في المرآة يوميا والتحدث بصوت عالي وبكلام إيجابي وأنت تشاهد نفسك في المرآة. لاحظ، تقف أو تجلس أمام المرآة وتقول مع ذكر اسمك باستخدام الضمير: أنت، أنت إنسان رائع، أنت إنسان جميل، أنت إنسان ذكاؤك بدون حدود، أنت إنسان محظوظ، أنت إنسان محبوب، أنت إنسان الفرص الإيجابية تنجذب نحوك بسرعة لأنك قضيب من المحبة الغير محدودة. حيث تذكر لويس في أغلب مقالاتها ومقابلاتها وفي كتبها أن أسباب الأمراض النفسية والجسدية منشأها أن الإنسان يكره نفسه وحتى لا يريد أن ينظر إلى نفسه في المرآة. راجع كتابها الرائع، أنت تستطيع أن تشفي حياتك. ماذا لو تفكر في تحسين وضعك المادي؟ هنا يضيف الكاتب الرائع كلود بريستول في كتابه سحر الاعتقاد، يضيف فكرة عظيمة أخرى، وهي أنك تنظر بالمرآة على نفسك وتقول: أنا مليونير، وتكتب بأصابعك على المرآة رقم مبلغ معين أنت تود الحصول عليه، فربما يكون مليون دولار، أو حتى تكتب على ورقة رقم مليون دولار وتنظر إلى رقم المليون. يقول في الكتاب أيضا أن الكاتب نفسه كان يرسم صورة الدولار على ورقة وينظر عليها. طبعا الممثلة المشهورة فيليس ديلر تقول في أحد المقابلات أن هذا الكتاب غير حياتها وجعلها من أنجح الشخصيات بعد أن قرأته. طبعا هنا أنت تستطيع أن تتفنن في كتابة الأهداف،
فمثلا وأنت تمشي على ضفة بحر، اكتب على الرمال مبلغ معين من المال أنت تحب أن تكسبه، اكتب اسم سيارة أنت تحب أن تشتريها، ارسم نوع البيت الذي تريد أن تسكن فيه أو اطبعه على ورقة وانظر عليه في كل صباح، اجلب ورقة واكتب عليها وبصورة يومية وتعود على هذا التمرين، اكتب اسمك أولا على الورقة ثم ابدأ بكتابة التالي: أنت إنسان هادئ، أنت إنسان رائع، أنت إنسان عظيم، أنت إنسان محبوب، أنت إنسان جسمك رائع وصحي وكامل. وركز أيضا على الكلمات واشعر بها أثناء القراءة. الحقيقة ليس هناك نهاية للفنون التي نستطيع أن نتفنن بها في تصميم أهدافنا عن طريق النطق بها أو كتابتها والنظر إليها، حتى إن هناك برامج كمبيوتر متوفرة في الويب لتصميم الصور على شكل أهداف، وأنت تردد كلمات معينة، أقصد الأفرميشن، مع النظر والشعور بهذه الصور. ممكن أيضا أن تصمم في الباوربوينت ألبوم خاص بالأهداف وتسجل كلمات الأفرميشن بصوتك وتشغل برنامج العرض كل يوم. أيضا أنا جعلت في قناتي أيضا أفرميشن مع موسيقى فشاهده. أيضا موجودة الآن برامج كثيرة في اليوتيوب وهي عبارة عن أفرميشن مع موسيقى لتحفيز العقل الباطن، ولكن الأفضل هو أن تقوم أنت بنفسك بكتابة الأهداف أو تصميمها بتعلم الباوربوينت. الفكرة أو السر هنا هو أنك تتحد مع الكون الهوليغرافي الغير محدود، فهذه هي أساسا الفكرة. طبعا في الاتحاد فهذا يعني البدء بأن تعيش عالم الحقيقة المطلق الذي هو طبيعتك الحقيقية. النقطة الرابعة وهي أن ترى كل شيء حولك متوفر وبكثرة. لاحظ مثلا إذا ينقصك المال فأنت نائم على السرير شاهد سريرك مملوء بالدولارات، شاهد الدولارات على أرض الغرفة، وأنت تمشي في الشارع شاهد أغصان الأشجار كلها دولارات، وهي عندما تراك اشعر إنها تأتي عليك، أي الدولارات، وتلتصق بجسمك. عندما تمطر السماء شاهد قطرات المطر تتحول إلى دولارات وتغطي كل جسمك. ردد الأفرميشن الإيجابي التالي: المال يحبني ويعشقني، أنا مغناطيس أجلب الدولارات من حولي، القوة الكونية العظيمة التي في داخلي تحول كل ظروفي إلى فرص إيجابية أستفاد منها وأفيد الناس أيضا، المال عبدي وأنا سيده، المال متوفر في كل مكان وفي كل زاوية صغيرة في هذا العالم، القوة الغير محدودة التي في داخلي تحول كل شيء ألمسه إلى مال وفير، الناس يثقون بقدراتي ويشعرون بسعادة عظيمة عندما يدفع لي إجورا مقابل خدماتي، المال عندما أتركه في جيبي فهو يتضاعف أوتوماتيكيا لأنه يريد إسعادي، طبيعة شخصيتي تجعل المال يعشقني، القوة الغير محدودة التي في داخلي تبارك عملي وتفتح لي في كل يوم ملايين الفرص لأنها تريد إسعادي. في نهاية هذا الفصل أحب أن أقول إن هذا الكون أو الخالق هو خادمنا، ولهذا هو متصف بالحب الغير محدود، لأن الخادم الحقيقي هو فقط الذي يعطي الحب الغير محدود لكل البشر، ولهذا نقول إن هذا الخالق هو خالق عظيم، ولكن الخالق الذي يعطي حب لمجموعة من الناس ويحجب حبه عن مجموعة أخرى فهذا ليس خالقا حقيقيا، لأنه ليس خادما حقيقيا،
بل هو سوف يسقط من منزلة العظمة ومنزلة التقدير والاحترام، وينتهي كما انتهت أساطير الآلهة اليونانية. إن حب الخالق لجميع البشر هو الحب التام والكلي والغير محدد بأي نوع من أنواع البشر. فلو شخص يغني في أحد النوادي الليلية، أو سيدة عملها هو الرقص في النوادي الليلية، ولو شخص يلعب القمار أو مدمن على عادة سيئة، أو شخص ما يمارس مهنة الطب أو فنان أو رياضي، أو شخص فقير ماديا وبدون عمل، فأي نوع من أنواع الشخصية لأي إنسان وأي ظرف يمر به هذا الإنسان، فالكون يحبه أكثر بمليار مرة مما الشخص نفسه يتصور. فالحب غير محدود لهذا الخالق لجميع أنواع البشر.